تسليم آخر التطورات لديك؟ هل من غارات إسرائيلية جديدة؟ وهل من هجمات صاروخية من الفصائل الفلسطينية باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية؟ نعم، هناك غارات إسرائيلية جديدة، تم استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هناك شهيدان في هذه الغارة، وأيضا صاروخين أطلقا من طائرة استطلاع على بيوت أحد المواطنين في منطقة بيت حانون شمال القطاع، وأيضا استهداف بوابة موقع تل الزعتر أيضا شمال القطاع بصاروخ استطلاع. بيت عائلة حمد الذي تم استهدافه في منطقة بيت حانون بواسطة طيران الاستطلاع، تم من هذه المنطقة نقل 3 إصابات ناتجة عن هذا القصف، إضافة إلى أيضا مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت حانون شرق المدينة، قد قصفت عبر المدفعية الحاوز الخاص بالمدينة في تلك المنطقة بقذيفة واحدة. إضافة إلى ذلك أيضا هناك بعض الرشقات الصاروخية التي خرجت من القطاع أعلنت مسؤوليتها عنها ألوية الناصر صلاح الدين نحو مجمع أشكول الاستيطاني، والأهم والأبرز هو ما أعلنته كتائب القسام عن انطلاق طائرة مسيرة مفخخة نحو الحدود، لكن الجيش الإسرائيلي قال قد أنه أسقط هذه الطائرة التي خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة. هذه الطائرات التي خرجت من القطاع طائرتين خرجتا وتم إسقاطهم من قبل الجيش، حيث أعلن قبل قليل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن هناك مجموعة من الطائرات المسيرة التي وصفها بالانتحارية قد نفذت أهدافا ضد أو هجمات ضد أهداف إسرائيلية على الحدود، وبالتالي هذا يدلل على أن هناك تطور في القدرات العسكرية لكتائب القسام، والتي أعلنت أيضا قبل قليل عن دخول صاروخ جديد للخدمة يعني يستطيع أن يصل إلى مدى 250 كيلومتر وأبعد من ذلك، أي أنه يصل إلى شمال فلسطين المحتلة، كما رأينا أن الكتائب أطلقت مجموعة من هذه الصواريخ وصلت نحو شمال فلسطين المحتلة ووصلت نحو مطار رامون، وعلى إثر هذه الهجمات الصاروخية قد أغلق المطار، وهو الذي كان يعني إسرائيل استخدمت مجاله الجوي كمسار بديل لمطار بن غوريون أيضا الذي أغلق بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية. بالتالي إسرائيل الآن يعني تقول أن القبة الحديدية لم تستطع إيقاف مجموعة كبيرة من الصواريخ، ولا يمكنها أن تتصدى 100% لكافة الصواريخ التي تخرج من قطاع غزة. ربما هنا نتنياهو يريد أن يبرر فشل القبة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، والجميع يعني يقول كافة المحللين العسكريين أن القبة الصاروخية يعني أخذت أكثر من حجمها، وهي ليس كما روجت لها إسرائيل بأن بإمكانها التصدي لعدد كبير من الصواريخ. يعني حسب الإعلام الإسرائيلي أن 100 صاروخ خرج من القطاع، تصدت القبة الحديدية فقط ل10 صواريخ منها. أتركك نيفين وشبكة مراسلين.